بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه والاخوات تقدم لكم وزاره الصحه هذا التصريح الاسبوعي المتعلق بمستجدات انتشار فيروس سارس كوف 2 في بلادنا حيث سنتناول اخر المعطيات الوبائيه الاسبوعيه في بلادنا سنتفاعل مع اسئله المواطنين التي وردتنا عبر الواتساب وسنختم برسائل التوعية والتحسيس. على الصعيد الوطني وإلى حدود يوم الأحد 30 غشت 2020، تسجلوا 61399 حالة أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 169 في كل 100 ألف نسمة. عدد حالات الوفيات ارتفع الى 1111 وكذلك معدل الفتك او نسبه الاماته ارتفعت الى 1.8% عدد المتعافين الاسبوعي الى حدود يوم الاحد كان هو 46355 متعافين اي بنسبه تعافي ديال 75.5% فيما يتعلق بالمعطيات الوبائيه ديال الاسبوع المنصرم يعني من الاثنين 24 الى الاحد 30 غشت 2020 تسجلوا في الاسبوع 9050 حاله جديده من بينهم 42 حاله وارده معدل الاصابه في الاسبوع في الاسبوع تصابوا تقريبا 25 في كل 100 الف نسمه عدد الوفيات اللي تسجلوا في الاسبوع الماضي 223 رحمهم الله جميعا والمتعافون كان اكبر عدد متعافين تسجل الاسبوع الماضي هو 1012 10 متعافين تام من المرض وهكذا فمقارنه بالاسبوع ما قبل الماضي الاسبوع اللي ودعناه عرف انخفاض ديال عدد الحالات ب 8.2% وكذلك انخفاض طفيف لعدد الوفيات ب 3% كما كتشوفوا في هذا المخطط او المبيان تيبان لكم بانه نسبه او معدل الاصابه الاسبوعي لكل 100 الف نسمه انخفض من 27 لكل 100 الف نسمه الى تقريبا 25 لكل 100 الف نسمه في الاسبوع الذي ودعناه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ديال الحالات اللي تسجلوا في الاسبوع الماضي المجموع ديالها حسب جهات المملكه كما كتلاحظوا في هذه الخريطه هناك جهات او جهتان سجلوا اقل من مئة حاله في هذا الاسبوع هي جهه قلميم ودنون والعيون الساقيه الحمراء هناك ثلاثه ديال الجهات سجلوا ما بين مئة و حاله جديده في الاسبوع وهي جهه الشرق سوس ماسه والدخلة والذهب. ما بين 500 و 1000 حاله سجلت بكل من درعة في طنجه والحسيمة الحسيمه، الرباط القنيطره، فاسم كلاس وابن ملال الخنيفره. في حين ان جهتان في المغرب سجلوا اكثر من ألف حاله في الاسبوع وهي الدار البيضاء سطات ومراكش اسفي. فيما يتعلق بتطور ديال عدد الوفيات الاسبوعي فبعد ارتفاع مستمر ومنتظم اسبوعا بعد اسبوع الاسبوع الذي ودعناه كما قلنا عرف انخفاض طفيف لعدد الوفيات حيث انتقلنا من 230 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 223 حالة وفاة في الأسبوع الذي ودعناه وهكذا كيبقى شهر غشت هو الشهر اللي عرف أكبر عدد حالات من الوفيات حيث سجلت به 758 حالة وفاة الانخفاض في بعض المؤشرات كذلك لوحظ فيما يتعلق بعدد الحالات النشطة وكذلك معدلها لكل مئة ألف نسمة حيث أن هذا الأسبوع بشكل عام عرف انخفاض يومي ولو كان طفيفا لمعدل الحالات النشطه وكان اخر رقم للحالات النشطه هو ما بين 38 الى 39 لكل 100 الف نسمه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل الحالات النشطة لكل مئة ألف نسمة إلى نهاية الأسبوع يعني إلى يوم أمس الأحد فهاد التوزيع نقدروا نرتبوا الجهات الى اربع مجموعات الجهات اللي فيها ما بين 10 و20 حاله نشطه لكل 100 الف نسمه هي جهه الشرق طنجه تطوان الحسيمه اللي انخفضوا بها الحالات النشطه بشكل ملحوظ جهه العيون الساقيه الحمراء وقلميم واد نون كذلك هناك اربع جهات عندهم مجموع ديال الحالات او معدل الحالات النشطه ما بين 20 الى 40 لكل 100 الف نسمه وهي فاس مكناس الرباط سلا القنيطره بني ملال وسوس ماسه هناك جهتان فيهما عدد او معدل ما بين 40 الى 50 حاله لكل 100 الف نسمه وهي جهتي درعه تافيلالت ومراكش اسفي في حين ان هناك جهتين فيهما اكثر من 50 حاله نشطه لكل 100 الف نسمه وهما الدار بضاء سطات والداخلة والذهب طبعا الدخل هو الذهب المعدل كيكون مرتفع لان مجموع السكان قليل هنا غادي نقدم لكم هذا المبيان حول معدل ايجابيه التحاليل هذا واحد المؤشر اللي بكل بساطه كنشوفوا شحال ما كنديروا 100 تحليله مش حال تنلقاو ديال دي الحالات ايجابيه فوقاش ما كان هاد المؤشر مرتفع معناه ان الفيروس كينتشر بشكل كبير طبعا في المراحل الاولى ديال الوباء في بدايه في شهر مارس وبدايه شهر ابريل كانوا عدد التحاليل قليله وبالتالي كنا كنديروا التحاليل للناس اللي عندهم اعراض او للمخالطين المقربين على داك الشيء هذا المعدل كان مرتفع لكن الذي لوحظ انه بعد مع انخفض هذا المؤشر بزيادة التحاليل الطبية بدأ يرتفع مع الرفع المتقدم للحجر الصحي بشكل كبير ولاحظنا أنه لأول مرة منذ أسابيع في الأسبوع الماضي هذا المؤشر انخفض من 6.4 إلى 5.8% تقريبا في هذه الحصيلة الأسبوعية نقدم لكم هذا المخطط اللي تيبين تطور مؤشر توالد الحالات تي بالمغرب منذ بداية الوباء مع الرفع المتقدم للحجر الصحي ارتفع هذا المؤشر ارتفع بشكل كبير وصل في إحدى الأوقات إلى 1.7 معناه أن الفيروس ينتشر وينتشر بشكل سريع ثم بعد ذلك اخذ في الانخفاض تدريجيا، وهذا الاسبوع اللي ودعناه تميز بان هذا المؤشر وصل في البدايه دي الاسبوع الى واحد، ثم بعد ذلك بدا ينخفض، واخر رقم هو 0.95، اذا تاكد هذا الامر معناه انه دوزنا الاوج ديال الوباء ونحن في الجزء. تنازلي ديال المنحنى الوبائي من 1 الى 30 غشت سجلنا في المغرب 60% من الحالات اللي تسجلوا منذ بدايه الوباء في المغرب 37077 حاله معدل الاصابه في شهر غشت 102 حاله لكل 100 الف نسمه يعني اكبر من معدل الاصابه التراكمي مجموع حالات الوفيات 758 حالة وفاة يعني 68 من مجموع حالات الوفيات اللي تسجلوا في المغرب 1111 تسجلوا في شهر على ضوء هذه المعطيات فإن الوضع الوبائي بالمغرب مقارنة بدول العالم والدول الإفريقية فإن المغرب في ما يتعلق بعدد الحالات للأسف زاد ثلاثة المراكز الأمام ولا 46 عالميا من حيث عدد الاصابات من حيث عدد الوفيات نفس الشيء زاد ثلاثه المراكز اصبح 46 عالميا ومن حيث عدد الكشوفات في المغرب دائما في المركز 31 عالميا لم يتغير مركزه على الصعيد الافريقي المغرب ثالث افريقيا من حيث عدد الحالات لم يتغير مركزه مقارنه بالاسبوع ما قبل الماضي لكن فيما يتعلق بعدد الوفيات زاد مركز الامام للاسف واصبح الرابع افريقيا وفيما يتعلق بعدد الكشوفات المغرب دائما الثاني في افريقيا والاول في شمال افريقيا ما تنقول الثاني ارى المغرب ثاني في افريقيا وتتبعه دوله والفرق بين الثاني والثالث هو مليون كشف يعني هنا كيبان لكم الجهد الكبير اللي المغرب فيما يتعلق بالكشوفات في فقرة تفاعل مع أسئلة المواطنين التي وردتنا عبر الواتساب 07 61 85 50 20 نجيب على بعض الأسئلة سؤال هل هناك إمكانية انتقال الفيروس سارس كوف 2 عن طريق الدم منظمة الصحة العالمية تعتبر بأن هذا الاحتمال ضعيف جداً وليس هناك حالات لحد الان معروفه ان الفيروس انتقل للشخص المصاب عن طريق الدم. هل هناك اشخاص اصيبوا في المره الاولى ثم عاودهم المرض؟ لحد الان الحالات هي نادره ونادره جدا في حدود حالتين اللي هو اساسي ان هذا الفيروس كيعطي مناعه لكن مده المناعة اللي تعطي هذا الفيروس غير معروفة لحد الآن سؤال هل شرب القرنفل كيوفر حماية ضد كوفيد 19 ليس هناك أي دراسة تتحدث عن هذا الأمر وهذه القضية دي لم تثبت علميا هل استعمال الرابوز ديال الربو أو ديال الدقة كيخفف من أعراض كوفيد 19 ربوز اللي كنستعملوه من اجل الربو هذا صالح للربو طبعا مساله ديال العلاج مساله كتبقى للطبيب هو اللي كيقرر شنو هي الادويه اللي غادي يستعملها اذا ما يستعمل ادويه بدون استشاره الطبيب هل يمكن انتقال الفيروس عبر تبادل الملابس الجواب نعم طبعا هذا مرتبط بنوعيه الملابس بمكوناتها وكذلك بالمحيط اللي كتكون فيها هذه الملابس وبالتالي اي شخص مصاب لا يجب عليه بتاتا ان يتبادل ملابسه مع شخص اخر غير مصاب. في فقره التوعيه والتحسيس سنتحدث هذا الاسبوع عن الاشخاص الذين يتم استشفائهم وعلاجهم داخل المنازل. شكون هما هذ الاشخاص؟ اولا خص يكونوا اشخاص ما عليهم حتى شي علامات سريريه فقط لقينا عندهم الفيروس ولا يعانون من اي اعراض ثانيا خص هاد الاشخاص ما يكون عندهم حتى عامل من عوامل الاختطار ليسوا مسنين ما عندهمش امراض مزمنه ليست امراه حامل او مرضع ثالثا ما يكونش عندهم اضطراب نفسي باش يحترموا التدابير الوقائيه ورابعا تكون عندهم غرفه ملايمه للعزل داخل المنازل بالنسبه لهاد المرضى وهاد الفئه اللي كتعالج داخل المنازل نوصيهم بما يلي اولا خصك تلتزم الغرفه ديالك اللي انت كتعالج فيها وتستخدم قدر الامكان واحد المرحاض يكون خاص بك ثانيا تلتزم هذا الحجر المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ بداية العلاج ثالثا خص تكون عندك واحد السلة ديال المهملات خاصة بك في حالة ما إذا بانوا عليك أي أعراض ما ترددش أنك تتصل بالطبيب أو المؤسسة الصحية الأقرب لك باش تستشر معهم تبعد دائما على أفراد العائلة تواصل معهم عبر الوسائل الحديثة ما تشارك معهم لا الألبسة لا الطعام ولا الأدوات الشخصية ولا الأواني ودائما نوصي بأنك تلتزم بالوصفة الطبية كما وصفها لك الطبيب والغرفة لك تبقى مهوية بشكل مستمر إذا ك بشكل عام خصك تتجنب الخروج من المنزل تجنب انك تجلس مع افراد العائله لانك غدوز لهم المرض خصك تجنب كذلك انك تستعمل الاماكن المشتركه بحال المطبخ بحال الصالون كذلك وهذا مساله اساسيه انك ما تقربش الاشخاص اللي عندهم هشاشه مناعيه لانهم الى مرضوهما غادي يديروا مرض خطير وكذلك خلال هذه الفترة ما يمكنش تستقبل الزوار لأنه ما غادي تؤدي إلا إلى انتشار الوباء بالنسبة لإجراءات النظافة اللي خص المريض يتبعها داخل المنزل أولا خصو يلتزم بالإجراءات الوقائية الضرورية العادية غسل اليدين باستمرار ارتداء الكمامة إلى غير ذلك ثانيا خصو يحرص على التطهير المستمر ديال المرحاض بعد كل استعمال بماء جافيل حاجه اخرى وهو انه الملابس والاغطيه والستائر يتم الغسيل ديالهم في واحد الدرجه ما كتقلش على ستين درجه مئويه ولواحد المده ديال 30 دقيقه باستعمال المساحيق العاديه وبعد ذلك خص يتم التجفيف ديالهم كذلك تطهير والتنظيف ديال الاسطح اللي كيتم اللمس ديالها بحال مفاتيح الكهرباء المقابض الابواب بمطهر منزلي اللي فيه ماء جافيل او لا واحد المطهر الكحولي بالنسبة للأزبال خص تحط واحد الكيس قبل ما نحطو في السلة نحطو الأزبال او النفايات في واحد الكيس بلاستيكي داخل سلة النفايات ونقومو بالرش ديالها بمطهر كيحتوي على ماء جافيل مخفف بالنسبة للشخص اللي مكلف بتنظيف والغسل ديال الملابس ديال المريض خصو يكون كيرتدي واحد الكمامه والقفازات ديال اليد استعمال واحد يعني خسر يرميهم من بعد الاستعمال ديالهم ويقوم بالغسل الجيد ديال اليدين قبل ارتداء هذه الكمامات والقفازات وبعد نزعها اذا الاخوه والاخوات كما لاحظتم الاسبوع الذي ودعناه كانت الحاله الوبائيه الى حد ما أفضل من الأسبوع الذي قبله لكن دائما الحالة الوبائية في المغرب ليست جيدة فالحالات دائما مرتفعة والوفيات كذلك مرتفعة وعدد الحالات في أقسام العناية المركزة والإنعاش كذلك مرتفعة بالرغم من تحسن لكين وبالرغم من أن معدل توالد الحالات بدأ ينخفض هذا وازع لنا من جديد نكرره مره اخرى وسنبقى دائما نكرره الى مزيد من الالتزام بتدابير الوقايه العامه والسلامه الصحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته